أهلا بكم من جديد. أعلن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، أكبر مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن مجموعة الشركاء المؤسسين ومجموعة من الشركات الناشئة التي سيحتضنها، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بتدشينه في خليج البحرين. ويعد خليج البحرين للتكنولوجيا المالية من أكبر مراكز تطوير التكنولوجيا في المنطقة، التي ستعمل مع مؤسسات قيادية في القطاع وأيضا مع الشركات الناشئة محليا وإقليميا وعالميا لدفع عجلة النمو نحو الابتكار وخلق فرص تطوير جديدة. ويمثل الشركاء المؤسسون لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية أهم مزودي الخدمات المالية العالمية وشركات رائدة في التكنولوجيا محليا وعالميا. ويهدف التعاون لترسيخ مكانة البحرين كمركز رائد للتكنولوجيا المالية في المنطقة. اليوم سعيدين ان احنا نفتتح خليج البحرين للتقنية المالية، موقع تقريبا 1000 متر مربع، يدار من قبل شركة سنغافورة فينتك كونسورشيوم، وهي شركة موجودة لها مقر في سنغافورة في نيويورك، والآن بيكون لها موجود في البحرين. تربط العواصم مع بعضها، يعني تخيل لي احنا مع تدشين البيئة التجريبية العام عندنا يعني تشريعات مناسبة لاستقطاب الشركات اللي فيها القطاع المالية التكنولوجيا المالية، والآن عندنا موقع يحتضنهم، ووجدنا دعم كبير من الشركات المالية اللي في البحرين. خليج البحرين التكنولوجيا المالية يعتبر أول مقر مخصص للتكنولوجيا المالية في البحرين، ويعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. خليج البحرين تكنولوجيا المالية معروف أيضا كبحرين فينتك بي، ليس فقط هو كمقر تلتقي فيه الشركات والهيئات الحكومية، سواء كانت الشركات المالية المحلية ولا الإقليمية ولا العالمية، وشركات التكنولوجيا المحلية والعالمية، وأيضا الشركات الناشئة سواء كانت من البحرين أو من خارج البحرين. هذا وأعلنت بورصة البحرين عن توقيع مذكرة تفاهم مشترك يتم بموجبها عقد شراكة لدعم إطلاق خليج البحرين التكنولوجيا المالية. وقد وقع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم الخليفة ورئيس مجلس إدارة خليج البحرين التكنولوجيا المالية ميسان المسقطي. وستعمل البورصة بالتعاون مع خليج البحرين التكنولوجيا المالية على دعم تطوير بيئة التكنولوجيا المالية في البحرين عن طريق استكشاف أحدث التقنيات المالية المشجعة على نمو أسواق المال المحلية والإقليمية وتشجيع الابتكار في هذا المجال. في إطار التعاون بين شركة مزاد وشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، تعلن شركة مزاد التابعة لشركة البحرين القابضة ممتلكات عن تنظيم المزاد الإلكتروني الأول في مملكة البحرين على الشاحنات والمركبات الثقيلة بالتعاون مع العربية للمزادات. ويبدأ المزاد اعتبارا من اليوم وحتى 7 مارس القادم، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لشركة مزاد وتطبيق الذكي لشركة العربية للمزاد الظاهران على الشاشة. وأشار طلال العريفي الرئيس التنفيذي لشركة مزاد إلى أن هذا المزاد يعد فرصة مميزة للشركة لتوسيع نطاق عملياتها في مجالات المزادات الإلكترونية التي تديرها الشركة بالتعاون مع الشركة العربية للمزادات. نتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل نشر الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم. نبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفلت بورصتنا المحلية بارتفاع نسبته 0.53% عند مستوى 1351 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الصناعة.
وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 6,460,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,290,000 دينار تم تنفيذها من خلال 126 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة بنسبته 66% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. ننتقل الآن إلى أغلاقات الأسواق الخليجية التي شهدت أغلبها ارتفاعات على عكس أغلاقات يوم أمس. نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بانخفاض طفيف جدا بنسبة 0.01% واحتفظت بنفس الأغلاق السابق يوم أمس برصيد 7,505 نقاط بانخفاض مؤشر قطاعي الإعلام وأيضا الخدمات التجارية وأيضا المهنية. نتحول إلى بورصة الكويت التي شهدت ارتفاعا في إغلاق اليوم بنسبة 0.31% عند مستوى 6,700.1 بارتفاع بارز لقطاع الطاقة الذي حاز على أكبر نسب الارتفاع في تداولات اليوم. سوق أبو ظبي للأوراق المالية شهد ارتفاعا أيضا بنسبة 0.13% عند مستوى 4,583 نقطة، وذلك بدعم من صعود أسهمه القيادية. فيما سجل سوق دبي المالية ارتفاعا كان الأكبر في تداولات اليوم بنسبة 0.47% مغلقا عند مستوى 3,285 نقطة، ويعود سبب الصعود مشاهدين لموجة الشراء في أسهم إعمار العقاري التي شهدت ارتفاعا خلال تداولات اليوم. في حين سجل سوق مسقط الأوراق المالية انخفاضا كان الثاني في انخفاضات اليوم بنسبة 0.26% برصيد 4,987 نقطة متأثرة بتراجع كافة مؤشرات البورصة العمانية.